سوريا بشار وبس. فكنت تؤمن بأن مثل هذه الأجيال لا يمكن أن تضيف شيئا لأوطانها، ولا يمكن أن تحقق نهضة لأمتها، ولا يمكن أن تضيف أي خطوة للأمام في حياة هذا الشعب وهذه الأمة وهذا الوطن. مثل هذه الأجيال التي تغيرت الآن تقدم أرواحها وهي تهتف وتدفع حياتها وهي تهتف أرجيل ووجود شعب قادر على أن يقول لا بمجد فمه. هذه هي صلب المعادلة. إذا ما وجد تجول من أي سلطة، أو إذا ما وجد افتئات على حقوقي أو على حرياتي مرة ثانية، كثير من الأوقات يسألني الناس عن أي هذه المتغيرات، وأقول أن الضمانة الوحيدة الرئيسية التي لا يمكن لأي سلطة في الداخل أو في الخارج أن تقف في وجهها، وأظن ذكر ببساطة شديدة، هي معادلة الثورة. مؤكد ان الاداره الامريكيه التي كانت الداعم الرئيسي لنظام حسني مبارك طوال عشرات السنين الماضيه باستبداده وبفساده كانت هي الحامل الرئيسي له، لكنها وجدت نفسها على سبيل المثال اثناء الثوره في مواجهه مع شعب سوري وبس على سبيل المثال. اذا هذا الجيل انتقل من مرحله ان يكون مجرد اعدادا تهدف لحياه زعماء او قيادات وهي داخل قلوبها وعقولها تثق وتطمئن الى انها لا تصلح هذه القيادات وهذه الزعامات الفارغه من ان تحقق لشعوبها شيئا، حينما امتلكت هذه الاجيال القدره على ان تدفع الثمن، وحينما امتلكت الشجاعه على مواجهه وعلى ان تكسر حاجز الخوف وحاجز التهديد ايا كان شكله وايا كان نوعه، أدرك الأطراف الفاعلة في الخارج كما أدرك المجلس العسكري في الداخل وقتها بأنه لا سبيل أمامه لحماية هذا النظام، لأنه سيدخل في معركة مفتوحة مع شعب لم تعد عقدة الخوف توقفه ولم تعد خط الموت. ولم يعد التهديد بالسجون والمعتقلات والحبس أو الأمن المركزي أو أمن الدولة يرهبه، ولم يعد حتى الموت يقعده، وبالتالي صارت المعادله معادله نهائيه بانه لا بد من الاستسلام لهذه الاراده الشعبيه. هذه الحاله التي نحتاج معها الى ان نحيلها الى اجراءات ونحيلها الى واقع تغييري كامل حقيقي. يعني ربما فارق السن او ربما فارق الخبره في التعامل مع الوضع في المجال حتى العلمي والتعليمي الصحيح سيحتاج الى سنوات، لان شبكات الفساد موجوده داخل هذه المؤسسات ولن نستطيع ان ننهيها او نقضي عليها خلال ايام او اشهر، لكن سنحتاج الى تغيير هذه المنظومات عبر وقت طويل. شريطه ان نيأس، ان نعود الى حاله الاحباط التي كانت تسودنا قبل الثوره مره ثانيه، ان تصل المفاتيح الرئيسيه للقدره على التاثير موجوده في ايدينا، شريطه ان تبقى المعادله الثوريه ان هناك جيل لن يسمح لاي طرف في الداخل او في الخارج بالالتفاف على الثوره التي قدمت شهداءها من اجل تحقيق حلم حلمناه طوال 200 سنه ماضيه، وهو ان هذا الوطن يتغير تغييرا حقيقيا. اذا استبقينا هذه الحاله ثم دخلنا الى نقطه رئيسيه جوهريه ثانيه وهي قدره على التفاهم، قدره على صناعه المشترك، قدره على التوافق الوطني، ثقه متبادله رغم خلافاتنا. انا لا اتصور ابدا ولا يمكن ان يتصور احدنا ابدا ان طياراتنا المختلفه ستتبادل مواقعها او ستتوحد في اطار واحد، لا اسلامي ولا ليبرالي ولا يساري ولا قومي ولا غيره، لكن سنبقى على اختلافاتنا، لكن تبقى المعادله المطلوبه مننا الان هي كيف ندير اختلافاتنا لصالح الوطن؟ كيف الاختلافات والاجتهادات المختلفه تصبح تعدديه، ايجابيه، نافعه، اضافيه وليست تصادميه لصالح الوطن؟ كيف نتعاون في مساحه المشترك وهو كثير جدا في جوانب حياتنا المختلفه؟ كثير ما يسالني الناس عن لجنه الوكاله ستسالون تغيير. ثم مؤكد من الامر ليس بهذه البساطه وهذه السهوله،
لأن هناك قوة في الداخل وفي الخارج كثيرة كما قلت، تريد أن تفرق لحظة التغيير من مضمونها لتبقى المنظومة كما هي. قضية ليست فقط قضية 20-30-100 شخصية إذا تم إزاحتهم يتغير حال الوطن، لكن لدينا صف أول وثاني وثالث ورابع وخامس موجود في كل محاور حياتنا. سنة 2008 لما تمت انتخابات المحليات على سبيل المثال وتم تزويرها بنسبة 100% مش 99%، لأن المعادلة ما كانتش فقط قضية إبعاد أشخاص